السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبو كلاص كيطلع زوين وغادي يعجب الوليدات الصغار. نبداو بسم الله في المقادير. عندنا اوريو، عندنا حليب مركز محلى، عندنا 3 ديال دانون، انا خديتهم طبيعيين، تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. وعندي 2 كيسان ديال لا كريم بعبار كاس العنبه. غادي نبداو دابا بسم الله. دابا غادي نبدا باوريو، هو الاول غادي نحاول نفرقو. ناخد القلب ديالو، من بعد ما خدينا القلب ديال الاوريو غادي نزيدو عليه 3 ديال البانون. الحليب المركز المحلى كيبقى على حسب الذوق، انا تقريبا خديت واحد 3 ديال المعالق كبار. وغادي نخلط هادشي مزيان. الخليط هو وجد، غادي نحطو على جنب باش نطلع لا كريم. دابا كيف كتعرفوا الكريمه ضروري خاصها تكون بارده باش تطلع لينا مزيان. وغادي نحاولوا ما نطلعوهاش بزاف، تقريبا واحد دقيقه. ها هو كيف شفتو لا كريم، ما طلعتهاش بزاف. غادي نجيب الخليط اللي عندي ديال دانون مع القلب ديال اوريو، غادي نبدا نزيد بشويه. ونخلط ديما من تحت للفوق.
ماشي بالكميه اللي باقه. الكلاص ها هو دابا واجد. الا بغيتو غير بهذه الطريقه هذه غادي نحطوه في الثلاجه حتى يجمد تخليوه يبات، اولا كنتو زربانين واحد 5 سوايع اولا 6 سوايع راه كيكون واجد، ولكن حنا بقاو معايا باش نكمل لكم الطريقه كيفاش غادي نوجدو. دابا جبت المول اللي غادي ندير فيه الكلاص، غادي ناخذ اوريو غادي ندوروه بالجنب كامل. غادي نبدا نحط في الكلاص، تقدروا تنكوه الا بغيتوا بالقشور ديال الحامات القشور ديال الليمون. دابا غادي نحاول نقاد الكلاص ديالي. من بعد ما سالينا هاي كتجي بهاد الطريقة هادي، غادي نديرو اوريو من الفوق، ها هو فرشتناه، غادي نحطوه من الفوق بحال ما هكايا. قبل ما غادي نغطيو الكلاص بالسلوفان وغادي ندخلوه للثلاجة، غادي ناخذ بابي سيرفيريزي غادي نحطو ديريكت فوق الكلاص باش نحاول نخوي هذاك الهواء اللي غادي يكون، حيت هو اللي كيعطينا هذوك الطروفه ديال الثلج. الوقت اللي كيجمد الكلاص هذاك الهواء كيتحول للثلج. دابا غادي ندورو بالسلوفان، غادي ندخلو الفريغو ليله كامله والكلاص ديالنا غادي يكون واجد. الكلاص ديالنا ها هو وجد، كيف كتشوفو هاد الطروفه ديال الثلج كانوا غادي يجيونا فوق الكلاص، ها هو دابا.
النهايه ديال الفيديو ديالنا ياسي نبدا وانا غادي نكمل لكم. كنتمنى هاد الكلاص يعجبكم, واللي بغى كلاص شكل اخرين مذاقات مختلفين يخليها لنا في الكومونتير. وبسلام عليكم, الفيديو جاي ان شاء الله, ما تنساوش لي جيم. سلام عليكم.